السلام عليكم شباب، معكم انا جيمز كلاب من قناة كذا السوق. طبعا اليوم بنتكلم عن سماعة 60p من تيرتل بيتش. اخر فيديو تكلم عن 50p، نعلمكم شنو الفرق بينهم، ليش هاي احسن من هاي وليش هاي اغلى من هاي. طبعا 60p اللي يتميز فيها انها هي باليو اس بي، يعني فيها امبليفايد اوديو، يعني امبليفايد اوديو يعني مضخم للصوت. سماعتين ستيريو يعني عندك صوت يمين ويسار، بس الامبليفايد يعطيك صوت مضخم اكثر غير لما بتركبها بالاي او اكس. بس هاي السماعة نفسها تقدر تركبها بالاي او اكس او اليو اس بي. طبعا اعتقد هم كلهم 40 سبيكر سايز 40 مليمتر، وبنفتحها عشان تعرفوا عليها اكثر شنو الفرق بينها وبين 50 بي بالضبط. طبعا هاي هي السماعه 60 بي، تختلف شوي باللون، نشوف اللون الازرق هني، لكن 50 بي لونها اسود. طبعا اذا بتاخذ هاي بتحصل اشياء غير معاها، هي اي يو اكس نفس الشيء، تركب على كل اجهزه، تقدر ترفعها وتصغرها على حجم راسك، وعازلة للصوت الخارجي. يعني انا الحين ما قاعد اسمع الا صوتي، وبالغصب تتركبها في الكنترولر، تتركبها في الموبايل. طبعا بالموبايلات ما يحتاج يو اس بي، تعرفون هاي الشيء. وخلينا نشوف نظرة على الصوت. زين يا جماعة، هاي السماعة نفس ما قلت لكم امبليفايد اوديو، عندك اللي هو نظام الستيريو، بس الامبليفايد اوديو لما بتركب اليو اس بي. طبعا اليو اس بي مرفق، تركب فيه الكيبل، تركب فيه الكيبل نفسه، تاخذه وتركبه في اليو اس بي وتركبه في البلاي ستيشن. عندك كيبل اضافي اعتقد للتلفزيونات القديمه، او ما ادري الصراحه، اول مره اشوفها ما اعرف قصته. وعندك المايكروفون تقدر تركبه وتنزله. شيء يمكن في عندك هني كيبل وكيبل، يعني كيبل مو بجهه واحده، فانتوا على راحتك من هالسماعه. فطبعا هاي كان كل فيديو، لونها ازرق حلو، وتحصل في موقع كذا السوق، بحط لكم رابط في الوصف موقعنا هو. طبعا اعتقد باقي كميات بسيطه من السماعات، لان مخلصين من كل السوق السماعات 500 ما في خلاص من السوق الا شهر 4، فما باقي له هذا لين، وان شاء الله ما تكون الدفعه الاخيره. كان معكم انا من كذا سوق، مع السلامه.